الدربيات عندها أجواء خاصة، واليوم هذه الأجواء حاضرة بقوة. هل يحسم الأمر اليوم؟ الإجابة ستكون من خلال متابعتنا، فلا تذهبوا بعيداً. سيداتي ونساتي سادتي، أرق تحية مني لكم وأتمنى لكم أمسية جميلة، حيث نتواجد في ملعب المتروبوليتانو لتغطية هذه المباراة الكبيرة. وحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة بيمر فيها بعديه. يا رب ريال مدريد يسجل الآن هدف أول في مرمى الغريب في المبيرة. الوضع يتغير، القمة تشتعل، المرينجي يسجل في هذه اللحظات. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. فرصة للتعادل، الكرة للتعادل الآن. فينيسيوس جونيور الآن فرصة للتسجيل. خطورة مستمرة في هذه اللحظات، والحارس يرتمي بكل أناقة بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لحباتة فينيسيوس، أوهو هدف ثاني يأتي سريعا. لا يرحمون، لا يتراجعون، يبحثون عن الفوز، يرغبون في قتل هذه المباراة. الله على هذه الضربات. شوف إعادة الكرة، شوف كيف سددت الكرة بمهارة عالية وكيف تجاوزت حارس المرمى. فنيات غير عادية لا ينجح فيها إلا المحترفين. الهجوم الآن من جانب فيني، واللي ينتظر من الكثير. أنطوان كريزمان، فرصة تقليص الفارق الآن. يا الله على الطاير، حطها على جلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. شوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. أظهر قوة كبيرة في اللقطة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. رودريجو، كرة عن بيلينغهام، الكرة تصل لكارفاخال. هذه هجمة أشتم فيها رائحة الخطورة. تدخل ناجح في اعتراض الكرة. فينيسيوس، وصلت لرودريجو. ضربة ركنية لمصلحة فريق ريال مدريد، هل يتمكن الملكي من استغلالها في تأمين تقدمه؟ ضربة ركنية لا تشكل أي خطورة. كرة بتتصرف، ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. ركنية لمصلحة المرينجي، خطيرة الآن. أوهو اعتراض ناجح. الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع. يأتي التدخل المثالي هنا لإنهاء الخطورة. ساول، تصل إلى ساول، يفتك الكرة في المنطقة الخلفية، ودفاع ممتاز. الآن مع بيلينغهام، فرصة خطيرة هنا.
والكرة تضرب في العارضة. اللعب مستمر الآن. وصلت لفينيسيوس. الكرة متاحة للتسجيل. تصدي من أوبلاك لكن ما زالت في الملعب. والآن نصل لختام أحداث الشوط الأول في ملعب متروبولي. عودة إلى الملعب وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. أتلتيكو مدريد يتأخر بهدف في النتيجة وعليه ضغوطات العودة والتسجيل في هذا الشوط. وصلت إلى ميندي. خطرة عند رودريجو. الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. عرضية ممتازة تصل إلى 18. كريزمان. ويأتي تدخل مشاهدينا ويعترض التمريرة. وصلت لفينيسيوس. الله على التدخل. روعة اللقطة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات. المتبقي فقط 30 دقيقة. أوفسايد على موراتا. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. بيلينكا. تشاوميني. عمل ممتاز في قطع الكرة. حماية الكرة بالقوة البدنية تظهر. فرصة للتسديد. الحارس يبعد الكرة. حارس المرمى يحافظ على حظوظ فريقه في هذا اللقاء. الله على التصدي. يبقي النتيجة على حالها. من الممكن بأن يدفع الفريق الآن للبحث. فرصة أمام فينيسيوس والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. ناحية بيلينغهام. إبعاد الكرة والخطورة. الربع الساعة الأخيرة في هذا اللقاء. هذه هي فرصة هدف. يعودون في النتيجة من بعد التأخر بهدفين وبعد أن ظن الجميع بأنها انتهت في هذا اللقاء. عودة تاريخية في هذه اللحظات. الكل كان يظن بأنهم استسلموا لكنهم سجلوا هدفا بعد الآخر وعوضوا هذا الفارق بطريقة ممتازة. والآن وصلت إلى موراتا. لوكا مودريتش. تعادل يسيطر على هذه المباراة ونحن في الدقائق الخمس الأخيرة. محاولة هجومية لتحقيق الانتصار في الوقت القاتل. انفراد صريح في المرمى ولكن بتضيع بسبب تسديدة قوية بدون أي تفكير. راحت بعيدة. ما حدث هنا كان كابوس بالنسبة للإنهاء المثالي. راحت إلى موراتا. يتوغل إلى الداخل. أنطوان كريزمان. تدخل كان ناجح هنا لإبعاد الخطورة. انطلاقة مبشرة هنا في جناح الملعب في المساحات المتاحة. حكم يشير إلى نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة بالتعادل بين الفريقين.